السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ محمد كمال ومنصة المصرية. أحبابي طلاب الثانوية، مراحل الثانوية كلها، عايزين نبدأ إن شاء الله النهاردة نتكلم على الأفعال الناسخة. طبعا كلنا خدنا كان وإخواتها وحافظينها من ستة ابتدائي، حتى ممكن يعني إيه حافظين إعرابها. حد فاكر أخوات كان وإعرابها؟ نفتكر مع بعض كده، نقول مع بعض. يا ريت لو معاك كراسة وقلم معايا يكون أفضل، نكتب مع بعض. اكتب كده، عد كده، حافظ كام أخت الكانة؟ نقول مع بعض، يلا كانة جمع. حد عارف هما كام؟ العدد كام؟ يعني أخوات كانة كام؟ قول كده، أربعة خمسة ستة، مين يزود؟ كان عندها 12 أخت، يا يعني كله العيلة كلها كام؟ 13. اختبر نفسك كده واكتب، شوف كده اجيب كام اخت من اخواتهم كده، شوف معلوماتك. نقوله مع بعض، يلا مع بعض، بسم الله. نبدأ بطريقة كده تخليها تبقى سهل عليك في الحفظ عشان ما تنساهاش. نبدأ بالمساء، يعني نقول امسى، يعني دخل في وقت الايه؟ المساء. جه عليه بالليل، هيبات حتى يصبح. ولما يصبح، بعد ما يصبح هيطلع عليه الشمس، يبقى أضحى. تمام؟ وصار وظل. صار يعني تحول. تمام. ممكن نحفظهم، نقول مثلا أمسى بات، أصبح أضحى، صار ظل. احفظهم بأي طريقة، أنا أقسمهم كده، أمسى بات، أصبح أضحى، صار ظل. خدها بالتوقيت الزمن، المساء يبات لغاية الصبح، يبقى أضحى، صار تحول إلى ظل. هتعدهم كده يطلعوا كام؟ ستة. طبعا ده غير كان، أنا بتكلم على الأخوات كان. تمام؟ حلو. في بقى أربعة لازم يسبقوا بنفي، ما زال، ما زال، أيوة قول معايا، ممتاز، ما برح، ما فتئ، ما انفك. دول كام؟ ممتاز، أربعة. كده وصلنا لكام؟ عشرة، ممتاز، يبقى لسه اتنين، هانت قوي. طيب ما زال عارفينها، ما زال الجو باردا، دل على الاستمرار. طب ما برح، معناه قريب برضو من ما زال، دينا حلوة. ما برح الجو باردا، تمشي عادي مش مشاكل، يعني ما زال. يبقى ما فتئة وما انفك دي، هل ما انفك هنا لها علاقة بالربط والفك؟ لا. ما فتئة، كلهم بمعنى ما زال، بيفيدوا الاستمرار، الاستمرار. ما زال، ما فتئ الجو باردا، ما انفك، كلهم بنفس المعنى، مفيش مشاكل. لسه اتنين، مين عارفهم؟ يلا فكر، شغل مخك. في واحدة برضه أقولها، ما، ما دام، ممتاز. آخر حاجة ليس. طب انت يا مستر على اي اساس قسمتهم التقسيمه دي؟ ما حطيتش ما دام دي مع ما زال وما فتئه، ما كلهم اولهم ميم، اولها ما. اقول لك لا، خلي بالك ده حاجه مهمه جدا، ركز معايا كده. ما دي غير ما دي، ازاي؟ قال لي ما دي نفي، وما ديت مصدريه ظرفيه، مصدريه ظرفيه، ودي جه فيها سؤال قبل كده، قالوا ما نوعها ايه؟ وجاب له اختيارات، دي مصدرية ظرفية وليست نافية، دي لوحدها خالص. طب والنفي دول لازم ما يا مستر، ولا ممكن أي أداة نفي؟ لم، لا،
عادي اي نفي وخلاص. يعني قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لا يزال قبلها عادي مش بشكل. يبقى هنا ما نفي، اي نفي ماشي. جميل قوي. دول كام كده؟ 12. يبقى كان لا كام اخت؟ 12 اخت. يبقى كلهم كام؟ 13. طيب التقسيمه دي حاسس ان لها مغزى تاني غير ان دول نفي ودي ما مصدريه ودي فعلا. اللي شايف ان لها مغزى تاني يبقى ممتاز. الست افعال الاولانيين دول يا جماعه بيتصرفوا تصرف كامل. مش فاهم. يعني كان مع الستة دول كل دول ماضي صح؟ ممكن يكون مضارع. كان يكون كن، أمسى يمسي امسي أمسي، بات يبيت بت، أصبح يصبح أصبح. يعني يجي من الماضي والمضارع والأمر، يعني بس متصرف تصرف كامل. لكن الأربعة التانيين دول ما زال وما فتئ وما برح ومن فك، يجي منها المضارع فقط ما يجيش منها الأمر، بيسموه تصرف ناقص. ما زال لا يزال، ما برح لا يبرح، ما فتئ تفتأ لا يفتأ، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا زال مستمر. طبعا في الآية ما جابش النفي في الآية، فالعلماء قال لك الايه قالوا تالله تفتأ عشان مسبوك بايه؟ قسم يعني، وقدروا النفي. تمام. يبقى الستة اللي فوق مع كان يتصرفوا تصرف كامل، دول تصرف ناقص. لكن ما دام وليس أفعال جامدة. يعني إيه جامدة؟ تلزم صورة واحدة، صورة الماضي ما دام. طب وربنا يعني يديم المحبة اللي بينا ويدوم عزك، ده مالهاش دعوة بكان أصلا، دي أفعال تامة خالص، مالهاش دعوة بالموضوع ده. لازم تيجي ما دام بهذا الشكل. ليس لها مضارع، مالهاش مضارع. اسمها أفعال إيه؟ جامدة. حلو قوي. عرفنا أخوات كان، الحمد لله، معلومة حلوة. ما تيجي نعرف، ناخد كده جملة بسيطة جدا ونعربها. فبنقول كان الجو باردا. طيب. اعرب، اقول لي جو اسم كان ماله؟ مرفوع ولا منصوب؟ هي كان بتنصب الخبر ولا بترفع المبتدا؟ مش عارف بتلخبط بينها وبين ان دايما، كل الطلاب بيقولوا نفس الجمله دي. هي حاجه فيهم بترفع المبتدا، بترفع اسمها وبتنصب خبرها. مين فيهم بقى اللي بترفع اسمها احنا حفظنا حاجات كده عامله لنا لخبطه. يقول لك كان بايه؟ بترفع اسمها وتنصب خبرها، وان بتنصب اسمها وبترفع خبرها. طب ليه اللخبطه دي كلها؟ وجع دماغنا ليه؟ ليه نوجع دماغنا؟ هي مش كان دي نصبه؟ مبالغه يعني، مبالغه في النصب عادي يعني. بتنصب. طيب وان نصبه؟ بس كان خلي بالك دي فعل. وان دي حرف. دي اول حاجه. ممتاز. الاثنين بينصبوا على مين؟ على الجملة الاسمية. والجملة الاسمية اصلا كلها ايه؟ مبتدأ وخبر. مبتدأ وخبر. المفروض ان العيلتين دول عيلة كان وعيلة ان ينصبوا على المبتدأ والخبر. قسموهم على بعض. كان قالت لك انا هنصب على الخبر. وان قالت لك انا هنصب على مين؟ على المبتدأ. وخلص الموضوع على كده. طبعا هنسميه بعد كده اسم كان واسم ان، مفيش مشاكل، لانه اصبح بقى خاضع لسيطرتها. فلو ان مثلا محمد صادق مبتدا مرفوع وخبر مرفوع، لما اجي ندخل كان على الجمله هتعمل ايه؟ ملهاش دعوه بالمبتدا خلاص، هي ثابته لان، يفضل زمان مرفوع، هترجع على الخبر وتنصبه. تيجي انها تدخل على جمله ملهاش دعوه بالخبر، سيبه مرفوع زي ما هو، وتروح نصب اسمها وخلاص على كده. بقى اسم ان منصوب، خبر كان هو اللي منصوب.
ولا تقعد تقول ترفع وتنصب وتوجع دماغك ولخبطه كلها. كان نصاب على الخبر، وان حرف ضعيف غلبان بينصب على اللي جنبه وخلاص، اللي يوديه اخر الدنيا عشان ينصب على اللي بتاع. كان مفتريه افعال، يبقى كان بتنصب على الخبر خلاص، المبتدا اصلا مرفوع بقى اسمه كان مرفوع، ماشي مفيش مشاكل. حلو، طيب اسم كان مرفوع وخبر كان منصوب، ممتاز. هفاجئك بالسؤال واقول لك معلش اعرب لي كان نفسها. انت كلام مستر بصراحه احرجتني. كان دي بنعربها، انا بعرف اسم كان وخبر كان بس، لكن كان دي بعربها ايه؟ ما اتعودتش اعرب كان. بعضنا يقول لا بس انا كان حافظ اعرابها كويس جدا. قول يا سيدي كان فعل ماضي، ماضي ولا ماض؟ من غير ياء، ما تحطش ياء عشان نكره. ها ماله؟ لا انا حافظ كويس يا مستر، لا حافظ كويس. ناسخ ناقص، ممتاز، برافو عليك. وفعل ماضي مبني على الفتح زي الفل، ممتاز قوي، انت حافظ تمام كويس. طب سيادتك فاهم اللي انت حافظه؟ ما لازم افهم ده؟ لا طبعا. ما انت لو مش فاهم اللي انت حافظه ده مستحيل تفهم الدرس اللي هنقوله النهارده، اللي هو مرتبط باولى ثانوي وثانيه وثالثه ثانوي. لازم تفهم انت حافظ ايه. فعل ماضي فاهمين يعني ايه فعل ماضي؟ بيدل على الزمن الماضي. ايه بقى ناسخ ناقص دي؟ ايه الكلمتين دول؟ معناهم ايه؟ ناقص ايه بالظبط يعني؟ مش فاهم. ويعني ايه ناسخ اصلا؟ لازم تفهم. لازم افهم. ايه النسخ في اللغه العربيه؟ كلمه نسخ يعني ايه؟ العرب كانت تقول نسخت الشمس الظل، ازالته غيرته. فالنسخ هنا التغيير، بتغير حاجه. حتى في القران الكريم في سوره البقره يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. نسخ قال لك التغيير، يعني كان بتغير. بتغير ايه؟ مش كنا قلنا مثلا ان محمد صادق، الخبر ده كان مرفوع، لما دخل كان عملت ايه؟ غيرت الخبر ده من الرفع الى النصب، فعشان كده سموها ناسخه. وان برضه بنسميها ناسخه على فكره. والله جد، برافو عليك. طب ما ان برضه حرف ناسخ، حرف ايه؟ ناسخ، ما برضه بينسخ المبتدا، بيغيره من الرفع الى النصب. إن محمدا صادق، برضه ناسخة. يبقى كان وإن بيشتركوا في إن هما الاتنين من النواسخ. فهمنا الناسخ؟ الحمد لله، حتى حلو قوي. الأهم بقى منها كلمة ناقص، عشان ده المرتبط بالدرس بتاعنا النهارده. يعني إيه بقى ناقص؟ تحب تفهم؟ لازم تفهم. انت لازم تفهم، حتى لو انت حفيظ مستحيل تعرف تحفظ لما تكون فاهم اصلا، لكن حفظ من غير فهم هيطير بعد كده. تيجي ناخد الموضوع كده من اوله. معلش، يعني ايه فعل؟ هتقول لي فعل ماضي ومضارع وامر، ماشي. انا بسالك، بقول لك ايه يعني ايه فعل؟ مش بقول لك انواعه ايه. هتقول لي حدث يعني حاجه حصلت، بس لازم اقول في زمن، حاجه حصلت في زمن. كتب، صام، يصوم، الان صام، خلص صيام، صام يصوم الوقت، يكتب، انا اشرح الوقت، اشرح فعل مضارع دل على الزمن الحاضر، ماضي، شرح، حاجه حصلت بس لازم مرتبطه بزمن. ده عشان كده بيسموه فعل تام. تام يعني ايه؟ ها، مشتمل على حدث وزمن. شرح دلت على حاجتين، على الحركه اللي انا بعملها، الحدث اللي بيحصل دلوقتي، وعلى زمن الماضي. طب لو بيشرح بيدل على الزمن الحاضر الحالي. حدث حاجه بتحصل في زمن الحاضر، لازم زمن. لكن لما اقول لك الشرح، الشرح مفهوم. الشرح ده حدث، حاجه بتحصل. هل ارتبطت بزمن؟ لا، ما بقاش فعل. انا عارف ان هو مصدر بعدين، يعني اسم، يعني بقى اسم. يبقى الفعل حدث في زمن. الفعل لازم يكون حاجتين، حدث لازم فين؟ في زمن. طيب
لو شلنا الزمن وبقى حدث بس، بقى اسم اللي هو المصدر، يعني بقى المصدر بتاعه الاسم بتاعه، تحولنا الفيرب الناون زي ما بيقولوا الجماعة الانجليزي يعني. طيب ينفع اشيل الحدث ويفضل زمن بس، ما يبقاش في حدث وبقى في زمن بس؟ هنسميه ايه بقى في اللحظه دي؟ زمن بس، بس من غير حاجه حصلت، ما اعرفش ايه اللي حصل. اه هو ده الفعل الناقص اللي هو كان واخوتها. لما اقول لك كان محمد، انا فهمت ان هو في الزمن الماضي حاجه حصلت، بس ايه اللي حصل مش عارف. ما فيش حاجه حصلت، ما فيش حدث. فالفعل الناقص دل على زمن وناقص الحدث، فبيحتاج لخبر عشان يكمل الحدث اللي هو ناقصه. كان محمد صادقا، كان محمد نائما، صائما، قائما، ده الحدث. عايز تحفظها بقى ان كان ناقصة عشان محتاجة خبر يكمل معناها لانها ناقصة، ماشي. عايز تحفظها ان هي ناقصة الحدث اللي يريحك، المهم تكون انت فاهم ايه اللي حصل. يبقى كان واخواتها افعال ناقصة لان انها تدل على زمن بلا حدث، فلذلك لابد من خبر. مش تقول كان فلان اصبح فلان، اصبح محمد ايه بقى؟ اصبح ازاي يعني؟ امسى ايه؟ امسى الرجل ايه؟ فهمت حاجة؟ ما فهمتش حاجة. غير ما اقول لك نجح الرجل الطالب، انت كده فهمت، عشان دي في حاجة، دي فعل تام، في حدث وزمن، لكن امسى زمن بس، فلازم اجيب له خبر. امسى الرجل متعبا مرهقا، ده الخبر، ده الحدث. ازيك بقول ده اسم امسى وده خبر امسى. من الاخر لو احتاجت كان واخواتها الخبر يبقى هي محتاجه، يبقى هي ناقصه، فيها نقص. اتفقنا؟ جميل قوي، ده مهم جدا، عشان عايز اقول لك انا في الاخر ان ممكن كان واخواتها، كان واخواتها ممكن تاتي تامه. يعني ايه؟ بمعنى حصل. لو قلت لك مثلا ذاكر الطالب فكان النجاح، هل كان هنا ناقصه ولا بمعنى حدث وحصل حاجه حصلت فحصل النجاح فادتني المعنى التام؟ طالما فعل تام يبقى اللي بعدها يتعالى بايه؟ ها الشاطر الممتاز يقول زيها زي اي فعل عادي، لكن لو قلت له حصل النجاح يبقى نجاح فاعل. يبقى كان لو جت تامه معمولها اللي بعدها ده بتعرب فاعل، لكن لو جت ناقصه عايزه خبر كان النجاح صعبا، طالما في صعبا دي خبر يبقى دي كان ناقصه، يبقى ده اسم كان وده خبر كان. مفهوم الحته دي؟ مهمه جدا. انا مستحيل افهم حكايه ان كان تامه دي لما اكون افهم يعني ناقصه اصلا. بس انا قلت لك لازم تفهم، لازم تفهم النحو مش تحفظ بس. نلخص اللي احنا قلناه. كان واخواتها كلهم 13. كان وامسى وبات واصبح واضحى وصار وظل، جميل قوي، والتصرف تصرف تام. يجي الماضي والمضارع والامر وزي الفل. ما زال ما برح ما فاتح ما انفك، دي متصرفه تصرف ناقص، مضارع وماضي فقط. وتدل على الاستمرار، معناها الاستمرار. لكن لو قلت لك مثلا زال، زال الهم. زال الهم، هل دي من اخوات كان؟ لا لا خالص، لان اخوات كان بتدل على الاستمرار ولازم تسبق بنفي. المضارع بتاع زال يزول، يزول الهم، لكن ما زال المضارع بتاعها لا يزال، في ألف هنا مختلفة جدا، خلي بالك. طيب هل كل أخوات كان تأتي تامة؟ أخوات كان وأخواتها ناقصة، هل تأتي كلها تامة؟ لا، في ثلاثة يلزموا النقصان،
ما زال ما فتئ وليس. أول ما تشوفهم ناقصة ما تفكرش بقى دي تام ولا ناقصة. تمام. ليس وما دام ما مصدرية ظرفية ركز معاها، وأفعال جامدة لا يأتي منها مضارع ولا أمر. تسمى أفعال ناسخة لأنها بتنسخ وبتغير من الرفع إلى النصب. وناقصة لأنها تحتاج لخبر يكمل معناها، كان محمد كريما. قال تعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم. يكون الرسول اسم كان، شهيدا خبر كان منصوب. كن شجاعا، كن فعل أمر. أين اسم كان؟ ضمير مستتر تقديره أنت. شجاعا خبر كان. طالما بعدها كلمة منصوبة كده أعرف إن هي ناقصة، واللي بعدها خبرها. شغل دماغك. تمام. قد تأتي كان وبعض أخواتها تامة غير ناقصة، فتكتفي بالمرفوعة لأنه الفاعل بتاعها ولا تحتاج إلى خبر منصوب. كلنا حافظين الآية الكريمة عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. ممتاز، فيكون. لو كان ناقصة كانت محتاجة خبر، يبقى احنا محتاجين خبرين، كان دي ملهاش خبر ولا كان دي لها خبر، والجملة مفهوم معناها خالص وزي الفل، يبقى هي تم خلاص معناها مكتمل. كون هنا معنى يتوجد فيتوجد، مش زمن فقط، لا زمن وحدث. يبقى هنا كان تم وهنا كان تم. اتق الله حيثما كنت، حديث. حيثما كنت يعني في أي مكان اتوجدت فيه. هل كان هي تحتاج لخبر؟ أكيد لا، المعنى اكتمل أصلا. هل اتق الله حيثما كنت سعيدا أو متعبا أو في، مفيش خبر أصلا. يبقى حيثما توجد في أي مكان توجد فيه اتق ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كان تم. أينما كنت. طب والتاء ديت ضمير ده هيتعرب ايه؟ ممتاز، اللي قال كان تم يبقى اللي بعدها فاعل، سواء كان اسم او ضمير فاعل. ممتاز. يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم خالدين فيها ما دامت السماوات والارض، يعني مده دوام وبقاء السماوات والارض، مش محتاج خبر. في خبر اللي ما دام، ما فيش، والمعنى مكتمل، يبقى هنا تم. طب واعرب السماوات ايه؟ ممتاز، فاعل. كانت تامة زيها زي أي فعل عادي، عايز فاعل. اتق الله حين تمسي وتصبح وتبيت. في أخبار للثلاث أفعال دول؟ مفيش، يبقى تامة. أنا عايز أدربك إزاي تفرق بين التامة والناقصة. يقول عز وجل ألا إلى الله تصير الأمور، بمعنى ترجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، مش في التحويل، لا، إلى الله تصير الإيه؟ الأمور. هل في خبر؟ ما فيش، يبقى تامة، يبقى اللي بعدها فاعل. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يقول لك إيه موضع الضمير في تمسون وتصبحون؟ أسأل نفسي، تمسي وتصبح ناقصة ولا تامة؟ أعرف إزاي؟ في خبر بعدها؟ لو في خبر تبقى ناقصة. ما فيش خبر يبقى تامة، خلاص اكتملت المعنى. طالما تم يبقى الواو هنا فاعل والواو هنا فاعل. ضمير مبني في محل رفع فاعل. ممتاز. انا هعمل لك جدول هنا. طبعا الملخص ده هيبقى موجود مع المحاضره، وانت سيادتك هتنزله عندك وتطبعه وتذاكر منه. بلخص لك الدرس بكل ما فيه من كل صغيره وكبيره وشارده ووارده. لما لك الدنيا. اعمل لك جدول حلو جدا. الافعال اهو، واحط لك في جملتين مره ناقصه ومره تم عشان تتدرب عليها. لو قلت كنت منتبها للدرس، منتبها يبقى في خبر اهو، يبقى كان ايه؟ ناقصه. اتق الله حيثما كنت، ها يبقى ايه؟ تم. احفظ مثال لكل واحد هتبقى ايه؟ يصل لك الدنيا خالص. واجيب لك هنا المعاني بتاعت كل فعل. كان يعني في وقت الماضي، الوقت ده اللي على الزمن فقط.
أمس وقت المساء. كل فعل من دول بيدل على الزمن، وقت، وقت فقط بلا حدث. أمس الجو خريفا، في خريفا اهو مش في خبر، يبقى ناقصة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أنا أحمد الله في كل وقت، حين أصبح وحين أمسي. ما فيش خبر، يبقى تم. أصبح الجو منعشا، خبر، يبقى برضو ناقصة. سرنا حتى أصبحنا، يعني حتى دخلنا في الصباح، في خبر؟ ما فيش. حتى في أذكار الصباح والمساء اللي احنا لابد أن يحافظ عليها المسلم، نقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، في خبر؟ لا، بمعنى دخلنا في وقت الصباح ودخلنا في وقت المساء. يبقى النادي فاعل. بات الجندي ساهرا، خبر بات، لأن هو طالما في خبر بات يبقى ناقصة، طالما احتاجت خبر يبقى ناقصة. ذهب الجندي لكاتبته فبات، بقي فيها، ما دلتش على وقت الليل. طبعا احنا فاهمين كلمة بات ان هو نام، وده غلط. تقول مثلا هبات النهاردة عند قرايبي، بمعنى هنام؟ لا، بات يعني هقضي الليل، سأقضي وقت الليل عندهم، ممكن أكون سهران طول الليل عادي، ملاش دعوة بالنوم يعني. فكلمة بات بمعنى قضيت الليل عندهم. فبات الجندي يعني قضى الليل، قضى الليل إيه بقى؟ بقول ساهرا، ممكن أقول قارئا، ممكن أقول نائما، بجيب خبر زي ما أنا عايز. أضحى، دخل في وقت الضحى بعد شروق الشمس. أضحى الطالب نشيطا، يعني دخل في وقت الضحى وهو نشيط. تمام. بات الكسول نائما حتى أضحى، هنا بات ناقصة لأن في خبر، وأضحى هنا تم. صار، قد يصير الجو، قد يصير العدو صديقا، طبعا قد هنا للتقليل يعني. صار يصير مضارع مش مشاكل، وفي خبره بمعنى يتحول. إلى الله تصير الأمور بمعنى ترجع، هنا تم هنا ناقصة. ظل الجندي متيقظا، يعني إيه ظل؟ ظل عكس بات، بات قضى الليل، ظل قضى وقت النهار. قلت ظل الجندي يعني قضى النهار، بقى في إيه؟ عايز خبر. لو ظل التنازع لضعفنا، بهنا ظل بمعنى إيه؟ وقت النهار؟ لا خالص، بمعنى بقية. يقول عز وجل: وأوصاني بالصلاة والزكاة، على لسان المسيح عليه السلام، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دام هي، وجاب لها إيه؟ الخبر بتاعها، يبقى ناقصة. لكن خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يبقى تامة. من فك الناس يتساءلون عن كذا، بمعنى ما زال، ما زال. لكن قل من فكت العقدة، ما هنا لم تنفك، عكسها انعقدت، معنى تاني خالص، هنا تم والعقدة فاعل. ما برح الجو، أو ما برح الحر شديدا، بمعنى مستمر استمرار. لكن ما برح الرجل وطنه، لا بمعنى هنا لم يترك، فالرجل فاعل والوطن مفعول به. آخر الثلاث أفعال دول زي ما اتفقنا لا تأتي إلا ناقصة، ما فكرش فيها تام ولا ناقصة، ليس، لا زال، ما فتئة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، لست التاء اسم ليس، مرسلا خبر ليس. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين، مختلفين خبر إيه؟ لا زال. والخبر هنا منصوب وعلامة نصبه ليه؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. تمام. ما فتئة دل على الاستمرار. طيب السؤال، خبر كان عندنا أنواعه إيه؟ كان مثلا ياقوت نشيطا، كان فعل ماضي ناسخ ناقص مبني على الفتح، محتاج خبر، يبقى ناقص. لو قلت كان ياقوت فقط، فهمت حاجة؟ فهمتش حاجة، محتاج خبر، يبقى ناقص.
طالما محتاج يبقى ناقص. كلنا بنحتاج لبعضنا، ليس فينا التمام، الكمال لله وحده. طالما احتاجنا حاجه يبقى احنا ايه؟ ناقص، عندنا نقص. يبقى ده اسم كان مرفوع، وده خبر كان منصوب. ممتاز، حلو قوي. نوع الخبر هنا ايه؟ ممتاز، لا المفرد ممتاز. طب لو قلنا كان الطلاب، كان الطلاب يقظين، برضو مفرد، لكن نشيطين، متعبين، مجتهدين، نوع الخبر ايه؟ اوعى تقول جمع مذكر سالم. الاخبار عندي مفرد، جمله، شبه جمله. المفرد هيبقى افكرك تاني، اول محاضره خدناها خالص في الجمله الاسميه. الخبر مفرد، جمله، شبه جمله. المفرد عندي بيشمل المفرد والمثنى والجمع بانواعه. مجتهدين خبر مفرد. الطالبات، كانت الطالبات ناجحات، برضو مفرد. طب عايزين نعمل له جملة، كان الرجل عقله يقظ، عقله يقظ، خبر جملة اسمية، يعني بعد عقله مبتدأ وده خبر، وفي الآخر بقول إيه؟ الجملة الإسمية كلها في محل نصب خبر كان. ممتاز، جميل. أصبح زياد يحب النحو. من اللي أصبح زياد يبقى اسمه أصبح. فين الخبر؟ أكيد هنا جملة فعلية، طب ما في فعل. يعني بعرف فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، أوعى تقول زياد فاعل. والنحو مفعول به. وبعد ما بعرف كلمة كلمة بقول والجملة الفعلية، ها؟ في محل، ممتاز، كمل بسرعة، ها؟ في محل، ممتاز، ها؟ محل إيه؟ خبر أصبح بيكون محل إيه؟ أكيد نصب. خبر أصبح. ممتاز، جميل. ممكن يجي شبه جملة، عادي مش مشاكل. أضحى، بات الطائر فوق الشجرة، مش مشاكل. ظرف منصوب، في الآخر بقول إيه؟ شبه جملة في محل نصب خبر بات. لما نقول مثلا كان زياد قلنا منتبها، يبقى الخبر هنا مفرد. أصبح زياد يحب النحو. تمام. الخبر هنا نوعه ايه؟ منتبها مفرد، ممتاز. لكن يحب النحو اكيد خبر جمله فعليه. طب يعني بعرب ايه؟ بعرب كل كلمه لوحدها. يحب فعل مضارع مرفوع بالضمه. الفاعل طبعا ما يجيش قبله، لازم يكون بعده. بس الفعل هنا مش موجود، يبقى ضمير ايه؟ مستتر تقديره هو، يعود على زياد. والنحو مفعول به. بعد ما اخلص بقول والجملة الفعلية، في محل نصب خبر مين؟ شوف بقى بدأ بمين، بأصبح، بأمس، والأصبح، بس كده زي الفل. ناخد مثال لشبه الجملة. لو قلنا بات الطائر أو العصفور طائره، والفوق الشجرة اسم بات الطائر فوق ظرف مكان منصوب في محل، تقول شبه الجملة برضو، بتقول ظرف، تقول ظرف في مكان منصوب،
وعلامة نصبه الفتحة. حلو. وتقول بعدين تقول شبه الجملة، وشبه الجملة اللي هو الظرف يعني، في محل نصب خبر مين؟ خبر بات. شيل فوق وحط على، يعني شيل فوق ونفس الجملة بالظبط، بات الطائر تقول على الشجرة، بقى على حرف جر، والشجرة اسم ايه؟ مجرور، والجر والمجرور شبه الجملة في محل نصب خبر بات، نفس النظام بالظبط. دي كل دي اسمها انواع ايه؟ انواع خبر كان واخوتها. تمام. لاحظ معايا بعض الحاجات المهمة قوي. أفعال الاستمرار ما زال وما فتئ وما برح من فك لازم تسبق بنفي زي ما قلنا، ولا يشترط ما، ممكن أي نفي، كما قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة، ريبة خبر إيه؟ لا يزال. خبر كان وإخواتها ممكن يجي مفرد زي ما قلنا، كان الله غفورا رحيما، فين خبر كان غفورا؟ طب ورحيما؟ ممتاز، قال خبر تاني ممتاز. متابع معايا من الأول. جملة اسمية، أصبح الطلاب عقولهم مبدعة. هل الخبر مبدعة لوحدها ولا عقولهم بس ولا كلها؟ جملة اسمية، يعني أعلى بعقولهم إيه؟ بعلمها مبتدأ، ومبدعة خبر، عادي مش مشاكل. والجملة اسمية كلها في محل نصب خبر أصبح. ما زال الجندي يحرس الوطن، جملة فعلية برضو في محل نصب خبر ما زال، بعرب كل كلمة لوحدها. يعني لو قال مثلا أعرب يحرس، ما أقولش خبر ما زال، ما ينفعش، هتقول فعل مضارع، والفعل ضمير مستتر، والوطن مفعول به، الجملة كلها هي اللي في محل، ما تقولش كلمة واحدة. شبه الجملة، ليس الإيمان بالتمني لكن الإيمان في القلب وما صدقه العمل. الإيمان اسم ليس، بالتمني جر ومجرور، خبر ليس في محل، شبه جملة في محل نصب خبر ليس. بات الجندي عند الحدود، عند ظرف، وبعدين بقول في محل نصب خبر بات. هل ممكن اسم كان يجي قبل الخبر؟ ازاي؟ يعني اقول لك مثلا كان محمد صائما، هل ممكن اقول كان صائما محمد؟ عادي مش مشاكل، يجوز، يجوز ان يتقدم الخبر على الاسم. عندنا حاجتين مهمين جدا اعرفهم، المعنى، مين اللي كان؟ هل معقول الصائم هو اللي كان وكان محمد؟ يعني مش معقول، يعني محمد كان ماله؟ كان صائم، ده الحدث مش الشخص، انا بخبر عن شخص. الحاجة التانية ان كان بتنصب الخبر، فمستحيل يكون ده اسمها، يبقى يجوز تقدم اسم كان على الاسم. وعندنا الشاهد من القرآن الكريم قوله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، وكان حقا علينا، حقا علينا ايه؟ نصر المؤمنين. ربنا عز وجل اخذ حق على نفسه ان ينصر المؤمنين به. هل حقا دي تبقى اسم كان؟ مش معقول طبعا، يبقى فين اسمها؟ نصر، هي اصلها كان نصر المؤمنين حقا علينا. طب ليه ربنا قدم مؤخر للاهتمام المتقدم يا جماعه؟ عايز اقول ده حق واجب عليا، اوجبه الله على نفسه عز وجل. يبقى قد يتقدم اسم كان على خبره، مثل الايه، الايه الايه التي ذكرت، كانت تامه مرفوعها يعرب فاعلا، ذاكر ابني فكان النجاح، اي بمعنى ايه؟ حصل، واللي بعدها المعمول بتاعها بتعرب فاعل. زال الهم عنا، زال فعل تام ولا علاقه له بكان، لان مضارعه يزول، اما ما زال مضارعها لا يزال. ناتي للتقييم، حل مع بعض. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول، اي يقول له كن فيكون. بقول كان على الترتيب، انا عايز اعلمك حاجه، ما تقعدش تختار من دول، انت حل المثال الاول بينك وبين نفسك كده، وشوف الاختيار المناسب لحلك انت.
كن فيكون. هل كن هنا محتاجة خبر؟ ما فيش خبر اصلا يعني، والمعنى مكتمل خلاص. يكون محتاجة خبر؟ لا. يبقى الاثنين مالهم؟ تامتان. بس انا بطلع الاجابة الواحدة الاول، بعد كده بختار الاجابة المناسبة للاجابة بتاعتي. اقلعت الطائرة حين اصبحنا وهبطت ولا زلنا خائفين. عندي فعلين، اصبحنا ولا زلنا. مين فهم تامة ومين فهم ناقصة؟ نمسك واحدة واحدة. أصبحنا، هل لأ محتاجة خبر؟ لا، والمعنى مكتمل. ما قلناش مثلا أصحابنا أصبحنا متعبين، أصبحنا آمنين، ما قالش كده. أصبحنا دخلنا في الصباح بس. لكن ولا زلنا خائفين، جاب لها خبر. يبقى الأولانية تامة والتانية ناقصة. واحد يقول لي في حاجة تانية يا مستر عايز أقولها، اتفضل. هتقول اصلا لا زال ما بيجيش الا ناقصه، اقول لك ممتاز. يبقى تامه وناقصه، يبقى اخترنا اهو الاختيار ده. اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، هل هي امسيت جاب لها خبر؟ لا، تبقى ها تامه، ممتاز. يبقى التاء تعرب ايه؟ امسيت، اكن قلت نجحت، يبقى التاء فاعل. محل رفع ايه؟ فاعل. يقول عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بات يبيت، عادي يجي المضارع، مفيش مشاكل. بات لربهم ايه؟ هل لربهم جرب جرو الخبر؟ هل كمل المعنى؟ ما كملش المعنى. باتوا ايه؟ سجدا، جمع ساجد. وقياما. يبقى ده خبر ايه؟ خبر بات. تمام. واحد يقول طب ليه قدم السجود على القيام؟ ده سؤال بلاغي حلو. لأن السجود لأهمية المتقدم، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. حتى بقى مهمة قوي، احنا اتفقنا أن خبر كان مفرد وجملة وشبه جملة. جميل قوي. لما أقول لك مثلا ليس فلان صادقا، ماشي، خبر كان منصوب. لكن لو قلت لك ليس فلان ده بصادق، نوع الخبر هنا ايه؟ اوعى تقول شبه جمله، جر ومجرور، لا، الباء هنا زائده، زائده للتوكيد. يعني الجمله هي اللي بتاكد اكتر ان فلان ده مش صادق، الجمله الثانيه. يعني من اساليب التوكيد حتى في البلاغه دخول حرف الجر الزائد على الخبر. دخول على الخبر ليس. ان شاء الله في محاضره هنتكلم على حروف الجر الزائده الواحده. خبر ليس لو دخل عليه الباء ديت بصادق، شيل الباء كده، اصلها صادقا. فالخبر هنا مفرد، خلي بالك. طب بيتعرب ازاي؟ انا اعربها ازاي؟ انا اقول ايه؟ خبر منصوب يعني ولا مجرور؟ مش عارف اقول ايه. هو الجر لفظا. فبقول خبر ليس ها مجرور لفظا، بس الطبيعي ان خبر ليس بيكون منصوب في المحل. بقول منصوب محل، حتى مهم خلي بالك منها. يقول عز وجل: اليس الله باحكم الحاكمين؟ جاوب، اوعى تقول نعم. احنا بنتكلم على نعم وبلدي بعدين. قل بلى وانا على ذلك من الشاهدين. هي أصلها أليس الله أحكم، فدخل الباء ليؤكد التوكيد. يبقى الخبر هنا ما تقولش شبه جملة، لا، خبر مفرد. تقول خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا. كده بتهيألي احنا فهمنا كان، وعرفنا امتى تيجي تامة وامتى تيجي ناقصة، واتدربنا عليها بأمثلة كتير وحلينا مع بعض. انت لازم تحل، الحل بنفسك. امسك ورقة وقلم واقعد حل، وامسك الاختبار اللي احنا عاملينه لك، اللينك بتاعه موجود، واختبر نفسك كده وشوف مدى استيعابك للدرس ده. درس بسيط جدا وسهل. ارجو ان شاء الله ان يكون فهمنا الدرس فهم كويس جدا، واتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.